Now we move to our fourth and last speaker, okay, not least, of course. And this is the prominent Nubian novelist, Yahya Mukhtar. Yahya Mukhtar represents the Nubian art of writing, novel, and he represents the whole generation of the 60s on our panel. He has produced a number of novels on Nubian way of life, Ma el Haya, the water of life, and his last, Jibal el Kuh, Mountains of Kuh, and his last novel, Andumando, which is the Nubian which means here and there. Yahya Mukhtar is going to talk to us about the concept of revolution from a Nubian point of view and Nubian literature. Please welcome Yahya. أكون أنا الآخر المتحدثين بحكم أنني من الجنوب. لا بحكم البرنامج. الحديثي أو كلامي أنا لا أستطيع أن أرتجل، لم أتعود على ذلك نتيجة لتعلمي للغة العربية بعد أن جئت من النوبة وعمري 8 سنوات. لا أعرف كلمة واحدة عربية. اللغة الأم بالنسبة لي هي اللغة النوبية، ولذلك سوف أقرأ ما سأحدثكم عنه، وهي نقلة بعيدة عن ثورة 25 يناير. مفهوم الثورة بالمعنى المتعارف عليه من تغيير شامل لنظام الحكم، لنظام حكم قائم لإحلال نظام بديل، لم يعرف التاريخ في النوبة، سواء كان ذلك في الممالك النوبية القديمة المعاصرة للفرعونية في مصر أو في العصور الحديثة، وإن كانت هناك استثناءات لم ترقى إلى ثورات، ولكن تمردات أو غارات كانت تشنها تلك الممالك على حدود مصر الجنوبية نتيجة لظروف داخلية في الممالك النوبية، والتي أشارت إليها كتب التاريخ أو مدونات أوراق البردي وجداريات المعابد الفرعونية عندما تذكر إنجازات فرعون من الفراعنة بأن تولد عبارة مصحوكة متكررة وأرسل حملة لتأديب النوبة. والثورة الوحيدة التي يمكن أن ندرجها كمفهوم للثورة والتي لم تكتمل ولم تكن عند النوبيين تحديدا هي الثورة المهدية في السودان، والتي قام بها محمد أحمد المهدي وهو النوبي من دنقلة. وهذه الثورة ثورة دينية أكثر منها ثورة اجتماعية أو سياسية، وإن كانت ضد الحكم التركي الذي خلفه فتح محمد علي للسودان. كانت الثورة عام 1881 واستمرت حتى عام 1898، وبعد وفاة المهدي قبل اكتمال أهداف الثورة خلفه عبد الله التعايشي الذي جرد حملة لفتح مصر تصدت لها جيوش الخديو والإنجليز الذين كانوا قد احتلوا مصر عام 1882. قاد الحملة عبد الله النجومي، ودارت المعركة فاصلة في توشكا في إقليم نوبة المصرية، وهزم جيش الدراويش وقتل عبد الله النجومي. ولا تعتبر الثورة المهدية ثورة نوبية، لأن المهدي كان مفجرها، لأن من شارك فيها كل أطياف الشعب السوداني من الجعليين والبقارة والشيجية والمسيرية والكبابيش والفور والزغارة والشكرية والبجة والهند، وكل هؤلاء كانوا يطلق عليهم الدراويش. والغريب في هذه الحملة والتي شارك فيها أيضا النوبيون من المحس والسكور من قاطني شمال السودان،
كان النوبي إقليم مصر ضدها، وفروا أمام ذلك الغزو خوفا من القتل، فسموا الفابكة، ومعناها بالعربية سنموت، وأطلقت عليهم هذه التسمية التي عرف بها النوبي مصر تمييزا لهم عن النوبيين من المحس والسكوت والدناقلة في النوبة السودانية والكنوز في النوبة المصرية. وهكذا كانت ثورة المهدي هي آخر الثورات التي يمكن أن تدرج في مفهوم الثورة عند النوبيين. لذا ينطبق عن حق على النوبيين أنهم أهل السلام، كما جاء ذلك في الدراسة الإثنوغرافية التي قام بها روبرت فيرنيا كعنوان لتلك الدراسة عند المسح الشامل الذي تم إجراؤه هناك تحت تمويل وتوجيه من الجامعة الأمريكية بالقاهرة قبل الشروع في بناء السد العالي ضمن فعاليات إنقاذ آثار النوبة. ويتأكد ويعمق معنى أهل السلام للنوبيين عندما يواجهون ما يهدد وجودهم ويكتسح قراهم أراضيهم ونخيلهم وأشجارهم وسواقيهم وبيوتهم ببناء خزان أسوان عام 1902 ليدفعوا أكبر ثمن وأفدح عبء وتضحية طوال قرن كامل من التعليات المتتالية أعوام 1912 و1933 في سبيل نهضة وطنهم في مسيرته الحديثة في التنمية والتطور. صعدوا للهضاب على ضفتي النيل في هجرة عرضية متشبثين بالصخور متمسكين بمواطن الآباء والأجداد، وليهاجر القادرون على العمل من الشباب قصرا للشمال من أرض الوطن الكبير في القاهرة إلى أرض الوطن الكبير في القاهرة والإسكندرية ومدن القناة، بعدما ضاقت بهم سبل الحياة وانحصرت مساحة الأرض الصالحة للزراعة بل وانعدمت في بعض القرى، وفي نفس الوقت مواجهين عزم حكومة صدقي باشا في الثلاثينيات وجبروت الظلم في تقدير التعويضات التي كانت قروشا، وكان كل ما فعلوه أن تقدموا بالعرائض والشكاوى والبرقيات التي لم تلق إلا الإهمال، الأمر الذي دفع شابا يدعى حسين طه متمردا على ما اعتبره استكانة وخضوعا من قومه، فحاول اغتيال صدقي باشا ولكن محاولته فشلت وألقي في السجن وعذب. ثم كان بناء السد العالي عام 64 قدر النوبة، إنه قدر الجغرافيا المكان والنهر، واقتلعوا من الجذور تماما، وقدمت 42 قرية قربانا للنيل لتدخل في أبدية الماء. 350 كيلو متر في الأرض المصرية من جنوب خزان أسوان وحتى حدود السودان، وتعدت البحيرة إلى الجنوب وادي حلفة أيضا. ماذا فعل النوبيون أهل السلام؟ لم يثوروا ولم يحتجوا أيضا، وقابلوا التهجير بالأناشيد والأفراح وبالأماني والأحلام، موقنين أنهم حبدة البنات العظام، وشبابهم شارك في الحرب ضد الجيوش الثلاثة في العدوان الثلاثي عام 1956 الذي كان تداعيا لتأميم قناة السويس من أجل بناء السد العالي، وانبر المثقفون من أبنائها. أديني شوية خمس دقايق معلش عشان مشاكل النوبة طويلة جدا. ما نظلمش كمان في الكلام. بتاخدوا وقت بدل المكان. وانبر المثقفون من أبنائها يشيدون بالسد وبال السد. وأورد كمثال مقتطفات من قصيدة واحدة لشاعر إبراهيم شعراوي ابن الجنينة والشباك. انشدي قيثارتي لا تكتمي بين أعماقك لحنا ساحرا، اجعلي شدوك كالعصر الذي نحن فيه عبقريا عاطرا، إن طهراق أبي قد جاء من عالم الغيب يحيي ناصرا. ويقول: من بنى السد عظيما رائعا شامخ البنيان مرفوع الجناح هو عبد الناصر الحر الذي نفتديه بعيون ورقاب.
إلى أن يقول بنفس القصيدة: فأنا بالأمس جربت الأسى بينما الظلم قد مد بذوره، وتعذبت صببت الدمع مزقت استياء أثوابي بأيام العسيرة، وانتظرت الغد قد جاء غدي إنني في ناصر أبصرت نورا. ويقول: في ظلال النخل من أطيارها والنسيمات تعلمت الغناء، في نشيد الموج في نشوته مثل هذا النيل قومي كرماء. هكذا نحن عطاء دائم عبقري عندما يغلو العطاء، فاسألوا عنا الذين التجأوا لحمانا كيف نكوي الغرباء. هكذا قبل النوبيون بناء السد والتهجير، وماذا كانت النتيجة؟ إن التعويضات التي صرفت لجميع أهالي النوبة في 42 قرية عن أراضيهم ونخيلهم وبيوتهم وسواقيهم وشواديهم ومواشيهم التي ذبحت ومقابر أجدادهم حصل على أضعاف الموظفون الذين أداروا عملية الإحصائيات وحصر الممتلكات، والأرقام لا تكذب. ولا يمكن لهذه العجالة أن نرصد مفردات ما عانوه عندما فوجئوا ببيوتهم الأسمنتية المعلبة والقميئة مقابل دهورهم الوسيعة بأنماطها التي أوحت للمعمار العالمي حسن فتحي بالنماذج التي حصل بها على تلك المكانة العالمية. دور الأسمنتية خانقة، بل إن بعض الأسر لم يكن قد تم بناء دورها ووجدوها مخططة بالجيل، وأشاروا لهم: هذه أماكن دوركم وسيتم إنجازها سريعا ليستضيفهم أقاربهم المهجرون. تلك البيوت أو نقول المنازل التي تشققت بعد بضع سنوات قليلة، فالتربة لم تكن صالحة لبناء تلك الدور، عشرات المشاكل التي لا يمكن حصرها ولا نطيل عليكم. إن كل تلك الشدائد وترتيب وتوزيع المساكن فتتت الجيرة القديمة التي كانت في القرى وبعثرت القرابات التي كانت تضمها النجوع، كل ذلك أثر على تماسك الوجود النوبي وأحدث شروخا عميقة في بنيتها الاجتماعية التي ظلت متماسكة منذ قرون بعيدة، تاركة مرارات عميقة في النفوس وأسا أدت إلى الإحساس بالبغيض بالظلم، باعثة على الشعور بالتفرقة التي كان الاستعمار الإنجليزي وضع بذرتها عندما تعمد أن تكون خانة الجنسية في شهادة ميلاد النوبيين كلمة بربري. لقد رأيتها بعيني وقرأتها في شهادة ميلاد والدي، تلك الكلمة البغيضة التي شاعت في الشارع المصري زمنا طويلا، وسمعته وواجهته عندما وفدت من قريتي إلى القاهرة وعمري 8 سنوات. بربري زنبورة، وهكذا أراد الإنجليز ومعهم إقطاعي مصر من الباشوات والبكوات أن يكون النوبيون لا مصريين ولا سودانيين، محرومون في نفس الوقت من دفع ضريبة الدم للوطن لأنهم ممنوعون من التجنيد فهم ليسوا مواطنين. بماذا واجه النوبيون أهل السلام ذلك؟ ظلوا يلحون ويضغطون في نضال سلمي ليحصلوا على حقهم في الانخراط في الجيش المصري لتكتمل لهم حق المواطنة. واستطاع النوبي سليمان عجيب المحامي أن ينخرط في حزب الوفد وأن ينتزع عضوية مجلس النواب عن أسوان وأن يحقق حلم أهله في الانخراط في الجيش في الوقت الذي كان بعض فئات من الشعب يكسرون أصابع أبنائهم ليهربوا من التجنيد، ويقوم علية القوم القادرين بدفع البدلية لإعفاء أبنائهم من التجنيد. هؤلاء هم النوبيون أهل السلام والتحضر المتمسكون بهويتهم ومصريتهم. ثم ماذا أيضا؟ عندما بدأت ترتيبات بناء السد العالي والإعداد للإحصائيات تمهيدا للتهجير، أرسل عبد الله خليل رئيس وزراء السودان في ذلك الوقت ببعض النوبيين من المحس والسكوت من شمال السودان والمتاقمين للنوبيين المصريين في قرية أدندان، مستغلا صغرة اللغة والنسب بينهم لحثهم على العمل لينضم النوبي مصر إلى نوبي السودان الذين سيهجرون إلى خشم القربة شرق السودان، وأن يرفضوا الهجرة للشمال
داخل مصر إلى كومومبو، ورفض النوبيون المصريون ذلك بعدما قدموا لهم واجبات الضيافة متمسكين بوطنيتهم، محبطين تآمر عبد الله خليل الموالي للسياسة الإنجليزية والأمريكية لتمزيق الوطن. أين هذا من الدعاوى التي تقول أن النوبيون يريدون الانفصال عن مصر؟ هل يرغب إنسان للانفصال عن جسده؟ لقد حافظ النوبيون بنزوعهم السلمي على هويتهم النوبية المصرية بهدوء وبدون عصبية أو تشنجات، كما تمسكوا بها طوال قرون واجهوا فيها البطالمة والروم والهكسوس، حتى المماليك الذين هربوا من محمد علي استوعبوهم ونوبوهم، كما مصر أهل الشمال كل غريب يحل بالبلاد. ولذا من اليسير أن تجد في بعض القبائل النوبية من يسمون بالمجرار، أي المماليك الذين أتوا من المجر، فنجدهم بيض الوجوه شقر الشعور زرق العيون، ولكنهم يتحدثون النوبية، ولم يكن قد نزح منهم أحد للشمال لا يعرف العربية. وكذلك قبيلة البدرجانات الذين أتوا من أذربيجان، كما واجه النوبيون في نفس الوقت ظلم وإهمال الحكومات المستبدة التي حكمت البلاد، كما واجه الفلاحون في بر مصر كله. وبعد ذلك يأتي حضرة محافظ أسوان السابق قدري عثمان ويقول في اجتماع له مع المجلس المحلي للمحافظة، عندما يفتقد ممثل نصر النوبة من كومومبو لتأخره قليلا عن الاجتماع، هو البربري السمجاشي، ليثور النوبيون لكرامتهم ويحاصروا المحافظة ويقاطعون كل أنشطة المحافظة حتى أقيم. وكأن ذلك لم يرضي الحزب الوطني ولا حكومة المخلوق هنا الدائرة الانتخابية لنصر النوبة ليحرموا النوبيين. أقول أن الشباب النوبي المؤمن بوطنيته كان عليهم العمل داخل منظومة عمل الشعب كله لكل فئاته وقواه الوطنية وفق مطالب العامة لمجمل الشعب في الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة، لكي تنصهر هذه المطالب في الإطار العام لمطالب المصريين والتي لا تقل أهمية عما يخص النوبيين وحدهم. لقد نشرنا كل ذلك قبل ثورة 25 يناير ومنذ عام 2005 عندما تم عقد مؤتمر مشبوه في واشنطن. وعلى الذين يلمزون كل حين وآخر بنزوع النوبيين للانفصال أن يقارنوا ما يفعله السلفيون رجال الله وحماة الدين في سيناء، وكذلك الكفاح الذي يمارسه أهل الضبعة فيما يخص إقامة المفاعل النووي هناك وسرقتهم لمعدات ذلك المفاعل وما قدمه النوبيون لوطنهم. علينا أن نقارن كل ذلك. وكان أيضا على النوبيون أن يواجهوا بالسخرية والمرارة ما وصفهم به عصام العريان القطب الإخواني نائب حزب الحرية والعدالة من أن النوبيين قوم غزاة، أي أنهم ليسوا بمصريين. الأمر الذي دعا الرئيس المؤمن محمد مرسي أن يصحح هذه المقولة ويعتذر عن ذلك للجالية النوبية في مصر. هذه هي رؤية حكامنا الجدد بعد الثورة للنوبيين، وعلينا أن نستبشر خيرا. فبعد أن وعدتنا حكومة عصام شرف بالعمل على عودتنا حول البحيرة كأهم مطلب للنوبيين وأقيلت حكومته أو استقالت قبل أن ينجز وعده، جاءتنا حكومة الجنزوري بوعد بإنشاء لجنة قومية لتنمية النوبة وعودة النوبيين إلى جذورهم حول البحيرة، وبدورها ذهبت هذه الوزارة دون أن تنجز شيئا، وكأنها اللعنة التي تلاحق من يعد النوبيين بشيء. وظني أن الحكومة الحالية قد اتعظت وأخذت حيطتها ولم تأتي بأي سيرة أو ذكر للنوبة والنوبيين بحكم أنهم غزاة، ولكن لن يتنازل النوبيون عن هذه المرة عن حق العودة حول البحيرة حيث موطنهم التاريخي. لا تنازل عن الأرض، لأن التنازل عن الأرض هو التنازل عن العرض وعن الهوية في نفس الوقت.
إن من يفقد هويته وأصله سهل عليه أن يبيع وطنه ويخون قومه. ولن نقول الأرض النوبة ولا لمصر وطننا طز في مصر كما قال المرشد السابق. إن مصر الأم تقوى بتعدد الثقافات. ولن يفزعنا الدعاوى التي يتم إشهارها في وجوهنا كلما طالبنا بحق العودة بأننا انفصاليون. وفي هذا الشأن تحديدا لا أملك إلا أن أختم كلمتي بما قاله أستاذي العظيم الراحل الكبير الدكتور شكر محمد عياد شيخ النقاد عندما تناول إبداع الروائيين من أبناء النوبة في مقالاته الشهيرة القفز على الأشواك بمجلة الهلال في مارس 1997 تحت عنوان أبناء النيل المهاجرون. ربما أثارت عبارة الثقافة النوبية حساسية خاصة عند بعض القراء الذين يشعرون أن الوطنية أو القومية يمكن أن تضاد بتعدد الثقافات، وهذا وهم محض. فالثقافة العربية قد اغتنت ولا تزال تغتني بالأعمال الأدبية والفنية التي تحمل الطابع النوبي. ولو قال قائل أن الثقافة النوبية يجب أن لا تذوب في الثقافة القومية، فإن الشيء نفسه يمكن أن يقال عن الثقافة العربية باعتبارها كلا واحدا. هل يجب أن تستوعب في الثقافة العالمية أو هل يخشى أن تذوب فيها؟ نعم، إن كلا الخطرين قائم في الحالتين، وفي كليهما خسارة للطرفين، وإنما يتحقق الكسب والنماء لكلا الطرفين بالعطاء المتبادل. ولا عطاء بدون حرية، ولكن يجب أن نتدبر جيدا معنى كلمة هذه الكلمة الحرية. شكرا. Of the ordeals of Nubia since Pharaonic times until the present day, until Muhammad Morsi and everybody seems to be very active in that narrative. The idea is that they have always been peaceful, and they have always used peaceful ways to revolt. He mentioned the Mahdi revolution as one of the problems in this long narrative, the building of the Aswan Dam followed by the High Dam, and how the Nubians celebrated the building of the High Dam as a and celebrated Nasser's decision. And then he referred to the problem planted, as he says, by the British colonial rule when the British decided that the identity, on the identity cards of Nubians, they have to be defined as Berber, not Egyptians. Now I would like to draw attention to the fact that Berberi, which is Arabic for Berber, has very derogatory connotations in Arabic language, which does not carry in English. So it's a very derogatory term. And it's, according to him, it's part of the plan of dividing the land. So that the Nubians are neither identified as Egyptians nor as Sudanese, but something in between. Okay, the Nubians have also been ignored by the successive governments until the present day,
But some governments, late governments, have promised them some of their rights, okay? However, every time a government made such a promise, it had to leave office. So the present government has learned its lesson. Okay, thank you very much.